خاصيه. نقوم اولا بتعريف القيمه المطلقه. القيمه المطلقه تعبر عن المسافه بين عددين او بين نقطتين A و B. في معلم مثلا O E، في معلم O في المستقيم العددي لدينا A مثلا افصلها X و B افصلها مثلا Y. المسافه A B هي القيمه المطلقه ل X ناقص Y، وايضا تساوي القيمه المطلقه ل Y ناقص X. واضح؟ يعني طول هذه المسافة يعبر عن القيمة المطلقة لـ x ناقص y أو y ناقص x بكل بساطة. يعني دائما القيمة المطلقة هي عدد موجب، أو بمسافة دائما موجبة. إذا القيمة المطلقة دائما هي عبارة عن عدد موجب، مهما كانت y ومهما كانت x فإن القيمة المطلقة هي عدد موجب. كمثال بسيط لكي نفهم القاعدة، مثلا إذا كان لدينا الـ x مثلا تساوي ناقص 3 و y مثلا تساوي 1. إذا قمنا بحساب x ناقص y تصبح لدينا ناقص 3 ناقص 1 يعني ناقص 4. إذا المسافة بين العددين x و y هي القيمة المطلقة لx ناقص y، يعني يساوي القيمة المطلقة لناقص 4، يعني يساوي 4 وليس ناقص 4، دائما موجب. القيمة المطلقة ل 3 هي 3 عدد نفسه، القيمة المطلقة لناقص 3 هي 3، يعني دائما القيمة المطلقة هي عبارة عن عدد موجب. إذا نقوم بتحليل الخاصية التالية. القيمة المطلقة لـ x تساوي x متى؟ إذا كان x عدد موجب، والقيمة المطلقة لـ x تساوي ناقص x إذا كان x عدد سالب. واضح؟ إذا كتطبيق لهذه الخاصية أحسب ما يلي مثلا، أو بسط ما يلي. لدينا تعبير مثلا A يساوي القيمة المطلقة لـ 2 جذر 2 ناقص جذر 5 زائد أو عفوا زائد ناقص جذر 2 ناقص جذر 5. هنا نضع ناقص زائد 3 القيمة المطلقة لجذر 2 زائد 1 أو ناقص 1، ثم ناقص القيمة المطلقة ل جذر 2 زائد جذر زائد 1. إذا القيمة تساوي، لكي نقوم بحذف القيمة المطلقة يجب أن نعرف إشارة ما داخل القيمة المطلقة. إذا كان موجب فإن القيمة المطلقة لـ x هي العدد نفسه، وإذا كان سالب فإن القيمة المطلقة لـ x هو مقابل هذا العدد. إذا لكي نقارن العددين التاليين أو لكي نحدد إشارة العدد التالي يجب أن نقارن العددين التاليين. بالنسبة لـ 2 و 6 4، جذر 2 و 6 2 4 في 2 تساوي 8، جذر 5 و 6 هي 5، 8 أكبر من 5. إذا العدد التالي عدد موجب لأن 2 جذر 2 أكبر من جذر 5، وبالتالي فإن هذا العدد القيمة المطلقة لهذا العدد هي نفسه ناقص. هنا نضع القوس لأن هذا الناقص خارج القيمة المطلقة. ثم بالنسبة لهذا العدد سالب لأن ناقص جذر 2 ناقص 5 هو عدد سالب 100%. إذا نقوم بكتابة مقلوب هذا العدد وليس عفوا مقابل هذا العدد وليس العدد نفسه، يعني ناقص ناقص جذر 2 ناقص جذر 5، وهذا كم يساوي؟ ناقص ناقص جذر 2 يعني جذر 2، ناقص ناقص جذر 5 يعني زائد جذر 5. إذا هنا نكتب جذر 2 زائد جذر 5 زائد، هنا لدينا جذر 2 أكبر من 1، أو يمكن أن نكتب هنا مثلا 1 ناقص جذر 2. هنا لدينا 3 خارج القيمة المطلقة، ثم نفتح القوس، 1 أصغر من جذر 2 لأن 1 و 6 1 و جذر 2 و 6 هي 2، إذا 1 أصغر من 2 وبالتالي بأن 1 ناقص جذر 2 أصغر من الصفر. إذا يجب أن نكتب مقابل هذا العدد وليس العدد نفسه. إذا جذر 2 ناقص 1 ناقص، نفتح القوس، هذا العدد موجب 100% لأن جذر 2 موجب و 1 موجب، مجموع عددين موجبين هو عدد موجب، زائد 1. إذا الآن سوف نقوم فقط بحذف الأقواس. أولا 2 جذر 2 ناقص جذر 5 ناقص جذر 2 ناقص جذر 5 زائد 3 جذر 2 ناقص 3 ناقص جذر 2 ناقص
واحد تساوي اثنان جذر اثنان ناقص جذر اثنان هي جذر اثنان زائد ثلاثة جذر اثنان يعني اثنان جذر اثنان ناقص جذر اثنان تعطينا جذر اثنان. نعيد الحساب، اثنان جذر اثنان زائد ثلاثة جذر اثنان خمسة جذر اثنان ناقص جذر اثنان هي أربعة جذر اثنان ناقص جذر اثنان هي ثلاثة جذر اثنان عفوا ثلاثة جذر اثنان ثم جذر خمسة. هنا لدينا ناقص جذر خمسة، ناقص جذر خمسة يعني ناقص اثنان جذر خمسة وهنا لدينا ناقص ثلاثة ناقص واحد يعني ناقص أربعة. إذن التبسيط أو الحساب هو العدد التالي، نعوض جذر اثنان بقيمتين نضرب في ثلاثة، جذر خمسة بقيمتين نضرب في اثنان ثم ناقص أربعة ونجد عدد بالفصلة. واضح؟ تبسيط يعني إذا طلب منا تبسيط ما يلي نقف فقط هنا، لكن إذا طلب منا حساب الحساب يجب أن نقوم بحساب ما يلي، يعني نضرب ثلاثة في جذر اثنان بالآلة الحاسبة، ناقص اثنان في جذر خمسة بالآلة الحاسبة، ناقص أربعة بالآلة الحاسبة، ثم نجد النتيجة، لأن المطلوب هو الحساب وليس تبسيط فقط. كتطبيق آخر لهذه الخاصية، مثلا لدينا تطبيق لدينا x و y عددين حقيقيين بحيث x محصور بين 1 و 3 و y محصور بين مثلا ناقص 2 و 0. المطلوب هو تبسيط ما يلي، بسط b مثلا او a يساوي القيمة المطلقة ل 2 x ناقص y زائد القيمة المطلقة لناقص 5x زائد y ثم القيمة المطلقة ل3x ناقص 2 مثلا. إذن كيف يتم تبسيط العدد التالي؟ لتبسيط هذا العدد بكل بساطة نحدد إشارة ما داخل القيمة المطلقة. إذن سوف نقوم بتحديد إشارة كل ما داخل القيمة المطلقة. نبدأ بإثنان إكس ناقص إي، نؤطر إثنان إكس ناقص إي. هنا لدينا الفرق، إذن لا يمكن تأطير الفرق إلا بعد تأطير ناقص إي. لدينا إي محصور بين ناقص إثنان وصفر، نقوم بالضرب في ناقص واحد تصبح لدينا ناقص إي محصور بين صفر وإثنان، نقوم بالضرب في ناقص واحد ونحصل على ناقص y ثم نغير الترتيب لان ناقص واحد عدد سالب، ناقص واحد في صفر صفر، ناقص واحد في اثنان في ناقص اثنان اثنان. اذا ثم نقوم بتأطير، يعني يمكن تأطير ما يلي اثنان x زائد ناقص y. بالنسبه للتأطير نؤطر فقط الجمع ولا نؤطر ابدا الفرق، اذا نقوم باضافه اثنان x زائد ناقص y. بالنسبه لاثنان x لدينا x محصور بين 1 و 3، نقوم بالضرب في 2 تصبح 2x بين 2 و 6. إذا المجموع مجموع 2x مع ناقص y هو 2 زائد 0 2، 2 زائد 6 8. إذا العدد التالي هو عدد موجب 100%. إذا 2x زائد ناقص y أو 2x ناقص y محصور بين 2 و 8 يعني هو عدد موجب 100% لأنه أكبر من 2. إذا القيمة المطلقة لـ 2x ناقص y تساوي 2x ناقص y لأنه موجب. بالنسبة لـ ناقص 5x زائد y نؤطر ناقص 5x ونضيف إليها y. إذا x محصور بين 1 و 3 يعني نقوم بالضرب في ناقص 5 فيتغير الترتيب، يعني ناقص 5x محصور بين ناقص 5 في 3 يعني ناقص 15، ناقص 5 في 1 يعني ناقص 5. نضيف y إلى ناقص 5x يعني ناقص 5x زائد y. لدينا y محصور بين ناقص 2 و 0 وناقص 5x بين ناقص 15 وناقص 5. إذن المجموع مجموع y وناقص 5x
هو ناقص 2 ناقص 15 يعني ناقص 17، 0 ناقص 5 يعني ناقص 5، وهذا العدد سالب 100%. إذا القيمة المطلقة هي ناقص 5 إكس زائد إيكغيك يساوي المقابل يعني إيكغيك عفوا ناقص ناقص 5 إكس زائد إيكغيك يعني يساوي ناقص ناقص 5 إكس يعني زائد 5 إكس ناقص إيكغيك. واضح؟ بالنسبة للعدد الأخير نؤثر 3 إكس ناقص 2، لدينا إكس محصور بين 1 و 3 يعني 3 إكس محصور بين، نقوم بالضرب في 3 بين 3 في 1 3 و 3 في 3 9، ثم نقوم بإضافة ناقص 2 3 إكس زائد ناقص 2 يعني 3 إكس ناقص 2 محصور بين 3 زائد ناقص 2 يعني 1، 9 زائد ناقص 2 يعني 7، وهذا العدد موجب 100%. إذن 3 إكس ناقص 2 تساوي 3 إكس ناقص 2 لأن العدد داخل القيمة المطلقة موجب. إذا نقوم بالتعويض الآن فقط بتساوي هذا العدد، قلنا هو عدد موجب يبقى كما هو، 2 إكس ناقص إيكغيك زائد هذا العدد يتغير زائد 5 إكس ناقص إيكغيك زائد هذا العدد يبقى كما هو 3 إكس ناقص 2. إذا تصبح لدينا 2 إكس ناقص إيكغيك زائد 5 إكس ناقص إيكغيك زائد 3 إكس ناقص 2 تساوي 2 إكس زائد 5 إكس 7 إكس زائد 3 إكس 8 إكس ناقص إيكغيك ناقص إيكغيك ناقص 2 إيكغيك ناقص 2. إذا قمنا بتبسيط العدد.